فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآية الأخيرة في سورة الأنفال، وهي قوله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، ثم قال: فعقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار وبين من آمن بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام على هذه الآيات من آخر سورة الأنفال، من قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. قلنا إن قال الشيخ رحمه الله إن هذه في المهاجرين والأنصار، أن بعضهم أولياء بعض في النصرة وفي المحبة وفي المواريث وحتى في تولي الجنائز. فالمسلمون يتولون جنازة أخيهم المسلم، يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه في مقابر المسلمين ويدعون له ويترحمون عليه ويستغفرون له، والكافر يتولاه الكفار ولا يتولاه المسلمون إذا مات. نعم، يستلمه الكفار ويدفنونه في غير مقابر المسلمين. فالله جل وعلا فرق بين المسلمين والكفار في الدنيا وفي الآخرة. الدنيا في الموالاة والمناصرة وفي الموت وفي الموت والجنائز، جنازة المسلم يتولاها المسلمون وجنازة الكافر يتولاها الكفار، وفي المقابر في البرزخ، حتى في البرزخ فصل الله بين المسلمين والكفار، فالمسلمون يدفنون في مقابر المسلمين مع إخوانهم، والكفار يدفنون مع الكفار مع إخوانهم من الكفار، وفي الآخرة المؤمنون في الجنة والكفار في النار. فإذا الله مايز بين المسلمين والكفار الدنيا والآخرة. وأما كونهم كلهم من بني آدم أو الإخوة في الإنسانية أو ما نحو ذلك، هذه لا قيمة لها مع الكفر، فالأخوة إنما هي في الإيمان. وأما فليس هناك أخوة بين مسلم وكافر أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة.